حياكم الله. دائرة الخطر لا شيء يعدل فداحة الضرر حين يكون السلم الأهلي في خطر، لأنه خطر وجودي وليس مرحلي، لأن المجتمع إذا فقد سلم الأهلي فقد بوصلة أو فقد بوصلة الهدوء والاستقرار والعقلانية. اليوم نحن نقف عند قائمة طويلة من الحوادث التي تؤذينا أكثر، لأنها تخدش جبين المجتمع وتزيد من فداحة الشعور والعارم بالخطر إزاء سلم مجتمعي قد نفقده إلى الأبد. فهل مجتمعنا اليوم وسلمه في خطر؟ وما هي العوامل التي تقود إلى تسارع مستويات هذا الخطر وتناميها؟ وما أثر الإعلام في دحرجة كرة النار إلى القمة؟ وكيف يمكن إيقاف كل هذه المخاوف والحد منها؟ إجابة على هذه التساؤلات راح ينضم ويانا النائب الأستاذ ستار العتابي، النائب عن تحالف سائرون، وكذلك الدكتور فاضل غراوي، عضو فوضية حقوق الإنسان. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. وكذلك ضيفي من أربيل السيد هيوى عثمان بعد قليل. أرحب بكم من جديد وأرحب بضيوفي مرة ثانية. بدي إياك أستاذ ستار، بداية سيد مقتدى الصدر أشار بتغريدة الأخيرة إلى أنه سلم الأهل في خطر، شلون يمكن قراءة هذا التحذير في هذا الظرف بالذات؟ تفضل. تحية لك أستاذ ولضيفك الكريمين ومشاهدي قناتكم الموقرة. حياك الله. حقيقة العراق مر مراحل متعددة، خاصة بعد 2003 وإلى متى، كثير التجارب وكثير الشواهد اللي أخذناها، مسألة المخاطر اللي هددت المجتمع بصورة عامة وخاصة الأعمال الإرهابية وكذلك أعمال القتل والسلب والانفلات نوعا ما، وعدم قدرة الحكومة في الفترات الماضية على إحكام السيطرة بالكامل، مما عرض المجتمع إلى كثير من المخاطر. تغريدة سماحة القائد السيد مقتدى الصدر الأخيرة فعلا أشار إشارة واضحة ودعا الجميع فيها إلى أنه السلم الأهلي في خطر. سبقتها كذلك تصريحه في قبل 3 أيام بتاريخ 14 من هذا الشهر أنه العراق في خطر، فكانت هناك دعوة من سماحته إلى كل السياسيين، إلى كل الأحزاب، إلى كل رؤساء العشائر، إلى المجتمع بصورة كافة، أنه يجب التكاتف التعاون لإيجاد مخرج لكتابة مواثيق شرف حتى تكون ملزمة للجميع. تمام. وأن يتم التعامل مع هذه المواثيق بصورة حقيقية واقعية، لا أن تكون على الورق فقط، لأن الخطر حقيقة فعلا أصبح يداهم، وأصبحت أيضا هناك عادات دخيلة بسبب القساوة اللي تعرض لها المجتمع. حقيقة أصبحت حتى هناك عادات دخيلة على المجتمع العراقي. المجتمع العراقي من المجتمعات العريقة واللي إلى شواهد كثيرة أنه بتكاتفة بتوادة بتراحمة في المواقف الصعبة، ولكن حقيقة لاحظنا الكثير من الأعمال الأخيرة اللي نعتبرها دخيلة على مجتمعنا وبعيدة جدا، حتى وصلت المرحلة اللي حادثة اللي قبل يومين اللي تقوم امرأة أو أم قذف أطفالها في حقيقة. هذه قسوة لم يشهدها مجتمع العالم، بالإضافة إلى مجتمع عشائري، مجتمع اجتماعي، يعني اجتماعيته تختلف عن بقية المجتمعات، التراحم الموجود والمودة الموجودة، بالإضافة إلى مجتمع مسلم. الإسلام الرسول عليه السلام يعزز مسألة التسالم. ستار، بالحديث عن تغريدة السيد مقتدى الصدر، هسه احنا الكثير يدعو، هناك دعوات كثيره بما يخص انه السلم الاهلي وضروره الجلوس على طاوله حوار، ضروره وجود ميثاق يحكم هذا الشيء. احكي لي منو راح يلتزم بهاي الميثاق؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث يقول. فحقيقه اليوم القوى السياسيه وقاده الاحزاب والحكومه ورؤساء العشائر، كل قاده المجتمع، سواء القاده المجتمعيين اللي هم يتمثلون بشيوخ العشائر والمثقفين
الكتاب اللي يدعون أيضا الشعب إلى إيجاد ثقافة السلم، بالإضافة إلى القوة الفاعلة والحقيقية اللي هي القوة السياسية اللي تنبثق منها الحكومة حقيقة. فهي يقع على عاتقها الدور الأكبر. اليوم احنا بحكومة ديمقراطية، حكومة برلمانية، يعني نظام ديمقراطي برلماني، نتيجة انتخابات وعرض البرامج لهذه الأحزاب بهذه القوة تنتج الحكومة من رحم هذه الأحزاب. فكرة أستاذ، فيقع عليهم الجانب الأكبر والجانب المهم، وحقيقة يجب التوائم ويجب على الجميع النظر بعين جدية باتجاه المخاطر اللي تحيق بالبلد وتحيق بالمجتمع. فعلا وصلنا خاصة في ظروف التهديدات الاقتصادية وغيرها اللي يتعرض لها مجتمعنا الآن. يعني هي بنفس الوقت دعوة ل يعني عقد مثل هكذا ميثاق. الدعوة وصاحب الدعوة موجود حقيقة، ولا يختلف اثنان على وطنيته وعلى إخلاصه للعراق والعراقيين، وأعتبرها فرصة. لاغتنام هذه الفرصة يجب على الجميع اغتنام هذه الفرصة ما دام هناك بوصلة تريد الخروج بالعراق وأهل العراق من هذا المأزق، يجب على الجميع التكاتف. أستاذ فاضل، من المسؤول عن الكم الهائل من العنف والجريمة اليوم؟ تزايد مو طبيعي صاير. هسه احنا افتهمنا اكو جريمة، بس مال هذا العنف اللي جاي يصير عندنا بهذا المجتمع. هسه ندري اكو يعني صراعات سياسية، بس هسه هاي الصراعات انتقلت، هاي الصراعات الى صار اصبحت صراعات نفسية. شنو اللي يصير بالضبط؟ مساء الخير، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام وللضيفين الكريمين. اعتقد انه مثل ما تفضل الضيف الكريم، احنا في مشكلة أساسها أنه العقد السياسي والعقد الاجتماعي والعقد الذي يتعلق بمنظومة السلم الأهلي أصبحت كلها في خطر. وكنا خلنا نتفق يعني ما هو السلم المجتمعي حتى نكون احنا متفقين على عملية التفاعل معه وكيفية إيجاد الحلول الخاصة به. بدءا اليوم كل الذوات، كل المؤسسات المعنية في داخل الأسرة المجتمعية معنية بالحفاظ على السلم المجتمعي، من ساسة، من فعاليات مجتمعية، من فعاليات دينية، من مؤسسات مجتمع مدني، من منظمات، من عشر، كلها يجب أن يكون لها دور متكامل في الدفاع عن هذا السلم. لأن اليوم السلم لما يتهدد ما يتهدد في مساحة بذاته، يتهدد الأمن الإنساني، يتهدد الأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، الأمن البيئي، الأمن الصحي، الأمن التعليمي، المنظومة حقوق الإنسان كلها تهدد، وبالتالي ينهار المجتمع. بالتالي لو نصل إلى هكذا ظروف وما عندنا حلول واقعية على فترة طويلة من الزمن، ده صار عندنا وعود، ده صار عندنا طاولات حوار، ده صار عندنا دعوات، لكن لحد الآن ما صار عندنا تكامل في موضوع إيجاد الحل الكامل لإيقاف تهديد المجتمع والسلم المجتمعي. بالتالي هذا زاد في قضية الصور البشعة التي تحدث بين يوم والآخر. هناك تداعيات داخل المجتمع، داخل الأسرة، عنف بدأ يستشري ويصبح إلى مساحة ممنهجة، صور وحشية لم تطرأ سابقا على المجتمع العراقي، قتل يومية عندنا اليوم، حالات انتحار وصلت لغاية اليوم 309 حالة، ارتفاع في معدلات. شنو 309؟ 309 حالة انتحار 2020 لحد الآن. احنا عندنا 309 حالة مسجلة وموثقة في عموم محافظات العراق تتعلق في موضوع الحالات الانتحار ومحاولات الانتحار، ارتفاع في معدلات موضوع المخدرات واعتبارها ظاهرة كبيرة جدا، موضوع العنف الأسري الذي يهدد الأمن. خلينا نسولف، من المسؤول عن هاي كل اللي يصير بصراحة؟ أعتقد أن المسؤولية إذا نتحدث عنها هي مو مسؤولية فردية، المسؤولية تضامنية. ما دام المجتمع مسؤولية تضامنية، اليوم الحكومة مسؤولة، مؤسسات الدولة مسؤولة، الأحزاب السياسية مسؤولة، الفعاليات كلها بمسمياتها مسؤولة، لأن هذا الموضوع لا يتعلق بمساحة معينة. أنت اليوم أما تقول أني دولة قادر على حماية مؤسسات الدولة، مرتكزات الدولة، حتى يعيش المواطن في أمن تام وفي حقوق إنسان متكاملة، وأما لا تترك إلى شريعة الغاب ونتحدث عن لا دولة ومساحات لعملية انهيارات مجتمعية وتداعيات لمنظومة حقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة، والكل يتفرج على هذا الموضوع. بالتالي مثل اليوم إحنا ما منشور الآن مثل هذا الإعلان، اليوم إحنا مثل صرنا مثل رقعة الشطرنج. إذا الكل تهاوى الكل راح يكون خاسر. هذا الموضوع لا يتعلق فقط بالمباشرة
المبادرات الكريمة التي تطلق بين الحين والآخر من شخصيات دينية وشخصيات سياسية في موضوع إعادة النظر في منظورة الدولة وكذلك الحفظ على السلم المجتمعي. بالتالي اليوم نحتاج فعلا أن ننتقل من مرحلة الدعوات إلى مرحلة التطبيق وإلى مرحلة التعزيز والحماية لحماية حقوق كل الإنسان. اليوم العراقيين يحسون بخطر كبير جدا، واليوم ده تصير حتى مقارنات بين ما يحدث من بيئة حقوق الإنسان داخل البلد وبين بيئة حقوق الإنسان قد تكون في داخل دول أخرى، وتكون هكذا مقارنة. وبالتالي أعتقد اليوم العراق حتى يعيد مقوماته يجب أن يتحدث الكل بصراحة تامة ويتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الاتجاه. زين، رحب مرة ثانية بضيفي من أربيل السيد هيو عثمان. رحب بك أستاذ هيو. أهلا وسهلا، تحية لك وللضيوف الكرام والمشاهدين. تحية لك أستاذ هوا. مبدئيا يعني تهديد السلم الأهلي والمجتمعي اللي جاي يصير الآن، برأيك شنو أسبابه وشنو اللي دفعت لتزايد هاي الحالات؟ سابقا هسه كانت أكو لكن ما ظهر للعيان بصورة كبيرة، الآن بدت الأمور تفقد السيطرة وجاي يشوفها جاي تصير بتزايد مستمر إلى أن ما وصلنا إليه الآن. تفضل. طبعا احد اهم الاسباب لوجود خطر حقيقي على قضيه السلم المجتمعي، انا برايي هي الطبقه السياسيه الحاليه. الاحزاب السياسيه الحاليه الموجوده مبنيه على اساس هوياتي اما طائفي او عرقي، او يعتاش على الآخر، على معاداة الآخر، يقوي قاعدته الجماهيرية بشيطنة الآخر، بالهجوم على الآخر، بالتخويف قاعدته، بتخويف جماعته من الآخر. هذا طبعا أدى إلى بشكل كبير إلى ازدياد العنف في المجتمع. رأينا خلال 10 سنوات الماضية في سنين الحرب الأهلية في العراق بشكل عام، كيف كان هناك تهديد حقيقي للعلاقة المجتمعية. نسمع بين فترة وأخرى على سبيل المثال خطاب الكراهية بين المكونات سنة شيعة كرد عرب مسلم غير مسلم وما إلى ذلك. طبعا السبب الرئيسي في ذلك بالإضافة إلى وجود هذه الكتل السياسية أو الأحزاب أو الهيئات السياسية التي تعتاش على هذه الفروق، تعتاش على خطاب الكراهية مقابل الآخر. طبعا هذا لا يعلنوه لا في وسائل إعلامهم ولا في اجتماعاتهم الرسمية، يتحدثون عن هذه القضايا في اجتماعاتهم السرية في تنظيماتهم، وعلى هذا الأساس يكسبون الأتباع في الكثير من المرات. يتزامن ذلك ويأتي ذلك يحتون باجتماعاتهم السرية يحتون باجتماعاتهم السرية حول تفعيل هذا الموضوع لو شنو؟ لا، نسمع في الكثير من المرات عملت على سبيل المثال قضية حرق مقر الحزب الديمقراطي وقضية حرق العلم الكردستاني في بغداد قبل أيام. كنا نرى في الكثير من المجاميع التي تسيطر عليها عمليا بعض الأحزاب المتنفذة يتحدثون عن أخذ شخاطة وياك، أخذ هيشي، هذول الأكراد أخذوا كل شيء، وهذا خطاب الكراهية الذي نسمعه من الشارع يردده الكثير من هؤلاء المسؤولين في مجالسهم الخاصة، مسؤولين هذه الأحزاب الطائفية، مسؤولين هذه الأحزاب العرقية التي تحاول، التي تعتاش على خطاب الكراهية، على الحقد مقابل الآخر. وطبعا هذا من جانب، من الجانب السياسي. من الجانب الآخر كل هذا يأتي في ظل غياب شبه تام لحكم القانون في هذه القضايا، لخطاب الكراهية. إذا تتذكر وأنا قبل 3 سنوات في ذكرى الاستفتاء، في الاستفتاء نفسه، قبل الاستفتاء بحوالي شهر أو أكثر أطلقنا هاشتاج اسمه كرد عرب، يعني الأرضية في مجتمعاتنا الأرضية البعيدة عن هذه الأحزاب السياسية زين مهيئة جدا لتعايش بين هذه المكونات لوضع سلمي أفضل بكثير قبل تدخل هذه الأحزاب. أطلقنا هاشتاج كرد عرب
وكان يعني انطلق هذا الهاشتاج كالناري في الهشيم. الفكرة كانت من أن يأخذ الكردي صورة سيلفي مع صديقي أو صديقتي العربي أو العربية، وبالعكس كل كردي يأخذ صورة مع العربي أو عربي مع كردي، ويخلوا ينشروا هذه الصورة في مواقعهم في التواصل في صفحاتهم في التواصل الاجتماعي، ومع هاشتاج كردو عرب، يعني انتشر كالنار في الهشيم في كردستان وفي العراق أيضا في الجزء العربي من العراق. بعد ذلك بعد أن صارت قصة الاستفتاء دخلت الأحزاب على الخط، وكم الكراهية، خطاب الكراهية الذي رأيناه في صفحات التواصل الاجتماعي يعني كان شيء معيب جدا. أستاذ هيوة، تتفق مع من يقول هذه صناعة التغيير الذي حصل بعد 2003 بالتالي زاد تنامي هذا الخطاب؟ ممكن تعيد السؤال؟ لم أسمعك بشكل. تتفق مع من يقول هذه صناعة التغيير ما بعد 2003 اللي زادت من تنامي هذا الخطاب، خطاب الكراهية، وأصبحنا نتداول أسماء المكونات الثلاث في أي جلسة وفي أي مجلس؟ تداول هذا الخطاب أتى صعد للعلن أو صعد للسطح مع 2003. نعم، يعني في منذ البداية الحديث عن تركيبة مجلس الحكم، إذا تذكروا كان الحديث يصير شيعة سنة كرد ومكونات. حتى أتذكر مرة فوتبول، فريق الفوتبول العراقي، أحد الأصدقاء سألني قال لي زين إذا مجلس الحكم هيك غير لازم فريق الفوتبول هذا يكون شيعة سنة وكرد. ف يعني صار شيء غير، صارت قضية معلنة. في السابق طبعا هذا الأمر غير موجود في ظل الدكتاتورية، أي الوضع كان مختلف تماما، كان موجود الاضطهاد، كان موجود الكراهية، كانت موجودة ولكن بطريقة أخرى مختلفة تماما. يعني وصلت الفكرة أستاذ هيوان، وصلت الفكرة أستاذ ستار. يعني صراعاتكم السياسية هي اللي جاءت تلقي بظلالها على الشارع، بالتالي كل ما تنام الصراع السياسي داخل أروقة الغرف المظلمة، الغرف السرية، أروقة مجلس النواب، شوف الشارع التهب، بالتالي ما فد يوم من الصراعات السياسية اللي صارت بيناتكم بين الأحزاب فكرتوا أنه لا إحنا ترى إذا صار صراع أكثر وزايد هذا الصراع راح تلقي بظلال للشارع؟ طبعا الناب حيدنا دور المحتل واللي أتى بتغيير حكومة الدكتاتور الهدام سابقا وأوجد بديل، وهذا واضح لدى الجميع طبعا العالم كله أنه أي قوة استكبارية تأتي إلى بلد تحتله هي ليست لم تأتي لخدمة أبناء الشعب ذلك البلد سواء الشعب العراقي أو غيره، ولم تأتي لخدمة حتى تقدم خدمة بالمجان. هذا الدور الأساس حقيقة في هذا الأمر، أنه ومثل ما أشار الضيف العزيز أنه مجلس الحكم أول ما تكون هو من كون مجلس الحكم حقيقة تحت وطأة الاحتلال، تحت يد الاحتلال كانت هناك الحاكم المدني اللي هو بول بريمر في وقتها، وكون مجلس الحكم بتكويناته. فدائما الاستعمار الغربي ليش حتى وافقت عليه أساس مؤتمر لندن 2002؟ ما صارت تقسيمة طائفية؟ أذن ها يقول لك العلة بينا إحنا، ما فحقيقة هو استغلال للوضع، يعني استغلال حكم الدكتاتورية وإزالة حكم الدكتاتورية بنظام آخر أدى إلى هذه التسميات للأسف نقول كرد وسنة وشيعة، فجذرت نوعا ما مسألة الطائفية حتى خلي يكون العراق فسفساء جميلة، خلي يكون العراق فيه مختلف المكونات، فيه مختلف اللغات، ما الضير أن تتفق الجميع وتحتكم للدستور، ولكن حقيقة التجاذبات السياسية أزمة الثقة اللي تعيش أزمة الكتل السياسية، أزمة الثقة 100%، هناك أزمة ثقة حقيقة، لا يوجد حسن ظن يعني الأطراف السياسية بيناتها لا يوجد فيها حسن ظن، وبالتالي لحد الآن عندنا من 2003 وإلى اليوم ومن بناء الدستور لحد الآن هناك كثير من المواد الدستورية معطلة، هناك كثير من القوانين المعطلة، هناك كثير من المبادرات اللي هدفت أنه نبذ الطائفية، نبذ العنف،
نبدا التفرقه، ولكن حقيقه لم تلقى اذان صاغيه حتى يتم تطبيقها. لذلك هذه الصراعات فعلا هي لها دور وانعكست على الشارع العراقي، ولكن لا ننسى ان الدور الرئيسي هو دور المحتل اللي اوجد هذه التفرقه وعمل عليها، وهذه حقيقه تجارب سابقه. احنا حتى في القرن العشرين سابقا صراع لا صراع حتى اسموه دفاع، لكن هذا الصراع الموجود داخل الاحزاب حتى بالقرن العشرين لما صار الاحتلال البريطاني وغيره للدول العربيه في وقتها ادى الى تجزئتها وادى الى اغتصاب فلسطين وادى الى فكل احتلال حقيقه وكل تدخل غربي ياتي لاي بلد ليس للعراق فقط، اي تدخل هو تدخل ليس لمصلحه الشعب وليس لمصلحه البلد اللي هذه القوى الاستكباريه هي مثلا، ولكن للاسف وتجد اذان صاغيه، تجد اي اذرع تنفذ اجنداتها داخل هذا البلد، وهذا ما وصلنا اليه. احنا نحن حقيقه التدخلات يعني الخارجي انت جاي تقول الكثير من المبادرات بقت حبر على ورق، مبادرة السيد الصدر راح تكون حبر على ورق؟ لا بالعكس طبعا، اذا ما حد يستجيب من الاطراف الاخرى صار ايش قد مبادرة ولليوم ما حد مستجيب، فاذا لم تستجب لانه لا يمكن جذب جميع الاطراف بالقوه، يعني هو هي مبادره للسلم، انا من اطرح مبادره اليوم يجب على جميع الاطراف تنظر للقضيه، هذه القضيه فعلا تستحق انه نبادر لها ونكون يد واحده وحتى نعبر المرحله، اذا ما تبادر الاطراف يد واحده لا تصفق. والتدخل الاجنبي حقيقه او التدخل الخارجي على ارض الواقع موجود قبل الاحتلال وما بعد الاحتلال، واكثر القوى السياسيه هي عليها مؤثرات خارجيه وتتحكم، وحتى بعض التصريحات نراها وبعض التصرفات وبعض اللي تحاول تأجج الفتنه وتأجج الطائفيه. ماكو مساعي حقيقيه اللي جاي نشوفها هسه، انتم كسياسيين موجودين الان ماكو جاي نشوف مساعي حقيقيه لملمت شتات الاطراف المتبقيه هسه على اقل تقدير لعبور هذه الازمه. هسه الكل اللي جاي يشوفه يقول لك احنا مقبلين على فوضى، هسه يابا ننتهي من هاي الفوضى، خلينا نجلس طاوله ونطرح كل ملفاتنا وكل الامور وكل السلبيات وكل الخلافات، خلينا نذوبها على اقل تقدير على مود الشارع يرتاح. انطلقت المبادره، انطلقت مبادرة. من التغريده لا الشيء ده واقع، والله هو واقع اتكلم يعني شلون يعني اكو مشكله اذا انت مكانك وانا مكاني وفلان مكانه، شلون نحل هاي المشكله اذا كل من قاعد بمكانه؟ يجب ان يبادر احد الاشخاص حتى يتوجه لحل هذه المشكله. يعني تعتقد المبادره اطلقت؟ اطلقت المبادره سنة. لكن انتم اليوم كنواب تيار صدري ليش ماكو مساعي؟ مساعي في اكو قياده عليا، اكو قيادات سياسيه عليا هي من يعني احنا كمجلس الخلاف في بين اعضاء مجلس النواب بيناتهم لا اعتقد، انا اجزم لك انه لا يوجد اي خلاف بين اعضاء مجلس النواب، وحتى اذا خلافات مؤقته يعني وتنتهي خلافات بين قادة كخلافات، ولكن اكو خلافات بوجهات النظر لدى القوى السياسيه مجتمعه، فبعض منها اكو مؤثرات خارجيه والبعض مصالح خاصه، ولكن واحد المبادره لما تكون على أعلى المستويات من أعلى هرم، أعلى هرم موجود أطلق المبادرة اليوم بالساحة العراقية وأشار إلى العراق بخطر وإلى السلم الأهلي بخطر، والمبادرة شملت جميع أطياف الشعب العراقي سواء قوى سياسية أحزاب رؤساء عشائر، هذا حقيقة يجب التحرك على هذه المبادرة، وإلا كيف يتم حل المشكلة إذا كل من يجلس مكانه؟ أنا راح أرجع لك بنقطة مهمة، شلون يمكن إنجاح هذه المبادرة؟ هسه هي المبادرة أطلقت، أطلقها الصدر، لكن شلون يتم انجاحها؟ هذا راح ارجع لك به. استاذ فاضل، يعني بالحديث عن هذا الموضوع احنا ذكرت بدايه الحديث انه احنا عندنا عقد اجتماعي، هذا العقد الاجتماعي الاغلب يقولون انتهى ما بعد 2003، العقد الاجتماعي خلاص انتهى اللي هو بين المواطن وبين السياسي انتهى. هذا تبعات انتهاء هي اللي جاي تلقي بظلالها على الواقع اللي موجود الان، هي اللي جاي تلقي بظلالها على الاحداث اللي جاي تصير الان، لو ما لها علاقه. لا اكيد اللي تفضلت به وتفضل به الضيف الكريم. يعني احنا اذا رجعنا للوثيقه الدستوريه نتحدث عن موضوع تمثيل المكونات. تمثيل المكونات هو عمليه الدفاع عن حقوق هذه المكونات ومشاركتها في موضوع الجوانب تتعلق في اداره الدوله. من تنتقل التمثيل المكوناتي الى موضوع الطوائفيه بالسلطه، احنا انتقلنا الى عرف سياسي لا هو دستوري لا هو قانوني. بالتالي هذا العرف السياسي يجي نبحث عن تساؤل، هل كان هذا العرف السياسي قادرا على حمايه السلم المجتمعي؟ هل كانت هذه الطوائفيه في السلطه قادره على حمايه مرتكزات الديمقراطيه وحقوق الانسان ام لا؟ اذا وصلنا الى قناعه تامه انه وصلنا الى هذه الطوائفيه في السلطه بدات تساهم في عمليه تعجيز
العلاقة بين المواطن وبين الدولة وبين المؤسسات السياسية، يجب أن نتجه إلى حقبة جديدة، نتجه إلى إعلان وطني لحقوق الإنسان، نتجه إلى لائحة حقوق جديدة. تتفق مع من يقول أن العلة مو هنا، أنا هسه ما هي بريطانيا عايشة على أعراف، فبالتالي أنه العرف اللي مضوا عليه وهذا ما نجح هذا العرف، إبداله بعرف آخر، إبداله بقانون، إبداله بتشريع، بس يقول لك العلة بنفوس من يمسكون بزمام الأمور. والفرق بين العرف السياسي الثابت اللي مرتكزات قانونية مرتكزات دستورية وبين عرف سياسي يتعلق في موضوعة مساحات والاستثمار هذه المساحات لجوانب سياسية جوانب نفوذية، هاي تختلف مضامينها تختلف بالكامل. لو كان احنا مثلا جينا لدول معينة وكان عندنا مثلا مساحاتها، ليش مثلا دول معينة الآن مساحتها في مساحة حقوق الإنسان مرتفعة جدا، مع اليوم احنا العراق قد يكون دولة ديمقراطية اتحادية بها أفضل ما كتب في فصل حقوق والحريات، لكن تلك بيئة حقوق الإنسان اليوم صعبة جدا وفيها كم كبير من المشاكل والتحديات. هذا يدعينا اليوم إلى حقبة جديدة، عقد مجتمعي جديد، عقد سياسي جديد، عقد يمثل العلاقة الإيجابية وإعادة الثقة بين المواطن وبين مرتكزات الدولة ومن ضمنها الأحزاب السياسية والعملية السياسية بكل تفاصيلها وجزئياتها. حتى الأخوة الساسة، الأخوة في الأحزاب السياسية، حتى في السلطات التنفيذية يجب أن يفكروا بخطاب جديد، بنوعية جديدة، بالمبادرات، بالرؤية القادرة على بناء دولة قادر على حماية بيئة السلم المجتمعي تتوفر بيئة حقوق. يقول لك أنا طلعت بتشرين ووضحت وجهة نظري كمواطن، بالتالي أنا بعد تشرين المفروض هذا بعد مو شغل، شغل الأحزاب السياسية. لا، أنا أعتقد الأحزاب السياسية تتحمل جزء مهم في هذا الذي قد يحصل، لكن إذا تركنا الساحة لمساحات معينة أن تتحكم في مصدر القرار السياسي والمجتمعي تأثيراتها راح تكون سلبية. المواطن يجب أن يشترك في كل المحطات فاضل بصراحة. بصراحة احنا عندنا عضو مفوضية حقوق إنسان، لكن واقعيا انتهاكات حقوق الإنسان اللي جاي يصير الآن تخلي علامات استفهام كثيرة على المفوضية. يقول لك وين المفوضية؟ أنا أعتقد المفوضية تقوم بدورها بشكل كامل. تمام. والدليل على هذا الأمر تقارير التي أصدرتها والتي أرسلت إلى المساحات الوطنية بكل تفاصيلها وإلى المجتمع الدولي، وكان فيها كثير من المؤشرات التي تتعلق بمنظومة انتهاكات حقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحقوق السياسية الخاصة، موضوع الفئات الهشة، كلها المفوضية كانت موثقتها وأصدرت فيها تقارير رسمية، وحالت هذه التقارير إلى مصدر قرار في الدولة العراقية مشفع بعدين التوصيات ولا المجتمع الدولي. والدليل أن المجتمع الدولي اتخذ كثير من التوصيات في تقارير المفوضية وأرسلها للحكومة العراقية بقية الالتزام بها وتصحيح مسار حقوق الإنسان. قبل فترة قصيرة كنا في لقاء مع السيد رئيس الوزراء وأيضا وضحنا الصورة الحقيقية على ما يجري في الأرض من منظومة حقوق الإنسان وما يجب أن تقوم به الحكومة ومؤسساتها في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان داخل العراق، بخصوصا أن اليوم المواطن عنده إحساس واقعي أن اليوم حقوقه منتهكة، حقوقه مسلوبة ولا يتمتع بأبسط الحقوق التي كفلها له دستور العراق. بين وبينك أكو تدخلات سياسية بعمل المفوضية؟ لا، المفوضية تعمل باستقلالية تامة، والدليل على عملها أنه هي دائما لا تقوم إلا بالأدوار المكفولة لها داخل القانون. زين. ماكو أي ضغوطات سياسية نهائيا؟ المفوضية لا تعرض أي ضغوطات سياسية، وأنا عضو مفوضية من الدورة السابقة. زين. ولدينا عملية تكامل بالأدوار بين كافة مؤسسات الدولة، ولدينا أيضا أدوار معينة تحاول تصحيح مسار حقوق الإنسان في العراق، وبالدليل اليوم قد نحتاج الكثير من الجهود تكون مع المفوضية لدعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في العراق. زين. أستاذ هيوا، غياب الثقة بين الشعب والطبقة السياسية يقود الأفراد إلى مزيد من العنف، يعني هذا اللي جاي نشوفه، لكن هل هذا يعتبر أنه مبرر لزيادة العنف الموجود الآن اللي جاي يصير حاليا بالمجتمع؟ بالتأكيد، يعني إلى حد كبير إحنا عندنا إذا الثقة معدومة تقريبا بالطبقة السياسية اليوم بين الشعب والطبقة السياسية. العنف الذي يمارسه أو الذي مارسه في السابق ويمارسه لحد الآن القناص والميليشياوي والعصابشي والمجرمين، نرى الجرائم يوم كل يوم بين يوم وآخر، هذا كله يساهم في ازدياد العنف، في تهديد حقيقي للسلم المجتمعي،
وغياب الدولة، عدم وجود دولة تستطيع أن تضمن حكم القانون، أن تفرض القانون، تعاقب من يسيء إلى السلم المجتمعي. الكثير من القضايا، أنا شخصيا يعني صارت ضدي عندما كنت في بغداد، عدد من القضايا التي يعني رفعتها ضد البعض في بسبب خطاب الكراهية، وما ماكو لها أي رد لا من المحاكم ولا من الجهاز القضائي، لأنه يعرفون بأن هذه القضايا لن تمر. والكثير من خطابات القادة السياسيين أو زعماء بعض الأحزاب هي خطابات تهدد السلم المجتمعي. وكان من المفروض لو أن هناك دولة قادرة على تثبيت حكم القانون، حماية المواطنين من العنف أو حماية السلم المجتمعي، كان من المفروض أن يقوم الكثير من المواطنين برفع دعاوى ضد هؤلاء المثيرين للكراهية في مجتمعاتنا، ولكن هذا غير موجود عمليا. يعني المواطن اليوم لا يثق بالطبقة السياسية التي تدير الحكومة، وليست له أي ثقة بالمؤسسات الحكومية، مؤسسات الدولة التي من المفروض أن تكون هي الضامن للسلم المجتمعي، الضامن لوضع غير عنفي في مجتمعاتنا. رأينا منذ السنة ولحد الآن أكثر من 700 شهيد، أين هم القتلة؟ الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي تحدثت ضد هؤلاء الأبطال الذين انتفضوا في تشرين، وبأسمائهم الصريحة قالوا عنهم جوكرية وأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وتحريض صريح على العنف وعلى القتل دون أي محاسبة. يعني فأي ثقة تريدها من المواطن أن تكون لديه، سواء كان بالدولة ومؤسساتها أو بالقيادات السياسية؟ زين أستاذ عثمان، تتفق مع من يقول أنه خيار التصعيد عبر إثارة الشارع صار واحد من أسلحة المتخاصمين اليوم؟ كلما اقتربنا من الانتخابات كلما رأينا هذا التصعيد. نعم، وقضية باتت واضحة، يعني صار كم مرة نرى التصعيد بين الأحزاب، الأحزاب التي هي لم تستطع أن تقدم شيئا لجمهورها أثناء فترة حكمها وأثناء تسلمها لعدد من الوزارات أو لوزارة أو أخرى، لتبرير هذا الفشل أو لإخفاء هذا الفشل، يبدأون بالتصعيد ضد هذا المكون أو المكون الآخر، لكي ينسوا جمهورهم وفشلهم أو يحاسبوهم لكي لا يحاسبوهم في الانتخابات القادمة، وهذا ما نراه هذه الأيام. تمام. أستاذ ستار، إذا أريد أعود لك، كيف يمكن تحقيق هذه المبادرة برأيك؟ كيف يمكن تحقيقها؟ السيد الصدر أطلقها عبر تغريدة، لكن كيف يمكن تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع؟ حقيقة اليوم تعليقتك تناولت موضوع مخاطر السلم الأهلي أكيد أو السلم المجتمعي. شنو الداعي اللي تستضيف ضيوفك وتعد إعداد الحلقة وغيره؟ الضرورة الملحة للموضوع أصبح واضح هذا. أكيد. لذلك حقيقة الضرورة اليوم الملحة لجميع الأطراف السياسية الحزبية العشائرية جميع، حقيقة هناك مشاكل كثيرة بالمجتمع العراقي ليست على المستوى السياسي والشعب فقط، حتى على مستوى الجرائم المنظمة والجرائم المجتمعية الأخرى. هذا ما دعا إنه السيد سمحة السيد يطلق مبادرة دعا بها الجميع، من شيوخ عشائر، من وجهاء، من أحزاب سياسية، من قوى سياسية، الكل باتجاه أنه نضع مواثيق حتى التظاهرات. زين. حتى التظاهرات أنه نضع مواثيق للتظاهر، مواثيق للمقاومة، مواثيق لتغيير العمل السياسي إيجاد نتيجة. هذه المواثيق
حقيقة تكون ملزم لجميع الأطراف. فالمبادرة أطلقت وسماحة السيد يعني أعتقد جميع الأطراف السياسية علاقتها طيبة بسماحة السيد وممكن أن تجيب على هذه المبادرة وتوضع تتفق على وضع مواثيق شرف تستطيع إخراج البلد من المأزق الذي يمر به وكذلك تكون ممكن أن تكون داعمة للحكومة. زين هذا فيما يخص كيف يمكن تحقيقه. بسؤال آخر، اليوم احنا مقبلين على انتخابات، بالتالي زيادة العنف المتواصل بالشارع، السلاح المفلت الموجود عندنا، الصراعات والنزاعات العشائرية، هاي شلون راح تأثر على الانتخابات؟ اكيد هناك تأثير كبير على هذا الوضع، من ناحية انه عدم وجود استقرار وعدم وجود استتباب امني، لا يمكن دعوة الشعب العراقي او تشجيع الشعب العراقي للذهاب الى مراكز التسجيل بداية لتغيير بطاقة البايومتري وكذلك دعوتهم الى الذهاب الى صناديق الاقتراع. المظاهرات التي انطلقت في تشرين السابق ادت الى استقالة حكومة وإيجاد حكومة جديدة. واجب هذه الحكومة كان واضح ومطالبتها أيضا واضحة كانت أنه توصل إلى انتخابات مبكرة وتحقق في جرائم القتل وكذلك محاولة فرز حتى المندسين داخل التظاهرات. هناك أيادي خارجية، أيادي خفية حقيقة تحاول أن تعبث بكل الطرفين سواء بالقوات الأمنية، وخير دليل واقعة الوثبة اللي صارت بنص المظاهرين حتى تحسب على المتظاهرين السلميين حتى تشوه صورتهم داخل بنظر المجتمع حقيقة. لذلك المخاطر متعددة ولا نستطيع أن نبرئ. مثل ما أنتم كسائرون اليوم، هل لديكم مخاوف حقيقية من إجراء الانتخابات في ظل هكذا ظروف وعدم استقرار؟ لا لا بالعكس، أنتم ما عندكم مشكلة. إحنا ما عندنا مشكلة بإجراء الانتخابات، مو بس ما عندنا مشكلة حقيقة، إنه حتى سماحة السيد أكد على أنه واجب الحكومة واجبها حصري إنه بإقامة انتخابات مبكرة، ولكن يجب أن تكون نزيهة بإشراف أممي. لازم نهيئ الأجواء الاجتماعية بالدرجة الأساس قبل أن تكون الأجواء السياسية، مو شرط أن تتوفر، لربما بعض الرغبات أو بعض القوى ليس لديها الرغبة بإقامة انتخابات مبكرة، ولكن يجب أن يكون المجتمع متهيئ لخوض هذه الانتخابات، ويجب أن يكون الدعم اللوجستي والآلية التي تحفظ هذه الانتخابات من التزوير والتلاعب. قبل ما أنتقل للأستاذ فاضل، ايش قد نسبة الكتل اللي مثل انتخابات مبكرة؟ يعني ما تعلن هي حقيقة. لا نسبتهم هسه انت جاي اشوفهم وياك اعضاء زملائك وياكم. بالنسبة الأقل يعني مو الأقل. هاي نسبة الأقل. النسبة الأقل. زينة هاي. لأن الأغلبية حقيقة توجهوا إلى إكمال قانون الانتخابات وإن شاء الله ماضي، يعني تقريبا باقي بس إعداد الجداول حتى يتم إقرار هذا القانون. تمام. أستاذ فاضل، تعتقد أنه أكو يعني خطر على إقامة الانتخابات في ظل وجود هكذا عدم استقرار؟ يعني عندنا زيادة حالات العنف، صراعات سياسية، بالتالي شلون أنا أضمن وصول الناخب إلى قاعة الانتخابات أو صناديق الانتخاب حتى يدلي بصوته؟ المؤشرات تظهر بشكل واقعي أن هناك مخاوف حقيقية من قبل الناخبين بالذهاب إلى الانتخابات، وهذا دلالة أنه اليوم الناخب العراقي بدأ يشهد عملية تحول في عملية السلوك الانتخابي. كان دائما عملية الاستقرار السياسي، البيئة السياسية الحقيقية، المنظومة التي تساعد على عملية حث المواطن للذهاب للانتخابات كان قد تكون متواجدة بنسب معينة. عندما غابت هذه الفترة وانتقلنا من ناحية الشراكة السياسية إلى الفرقة السياسية، وده يشوف اليوم المواطن العراقي هاي الإشكاليات الكبيرة داخل إدارة الدولة، بالتالي قد يكون هذا أحد المخاطر الأساسية في عزوف كبير من المواطنين. اليوم إحنا العملية الانتخابية السابقة كان أشرنا بشكل كبير جدا من خلال فرقنا الرصدية وتواجدنا الميداني في الانتخابات، عزوف كبير من المواطنين بالذهاب للعملية الانتخابية. اليوم بعد ما صارت هذه المتغيرات ومثل ما تفضلت قبل تشرين وبعد تشرين، بس احنا السؤال اللي يحكمنا في هذا الامر، واقع حقوق الانسان قبل تشرين شلون وواقع حقوق الانسان بعد تشرين شلون؟ هل تغير واقع حقوق الانسان بالنسبه للمواطن، بيئته الانسانيه، امنه الانساني، الصحه مالته، تعليمه؟ اجيك على هاي، اجيك على هاي النقطه مهمه هاي. بالتالي لكن شنو اسباب هذا التخوف وتخوف المواطن من الذهاب للانتخاب؟ التخوف اليوم احنا هو اعاده تشكيله الوجوه السابقه في العمليه السياسيه،
اليوم يحتاج المواطن إعادة ثقة مع البناة العملية السياسية، دماء جديدة وخطاب جديد للعملية السياسية تساعد على حث المواطن على دعم منظومة مشاركته في الانتخابات ودعم. يعني أنت اليوم مثلا نسأل المواطن إيش قد اليوم ناس ما قايمين بعملية تحديث سجل الناخبين او ايش قد من عندهم ما استلموا البطاقه البيومتريه، واحنا نتحدث عن يوم 6/6 مثلا محدد بشكل اولي للانتخابات، نتحدث عن ملايين الاشخاص، وبالتالي هذا مؤشر قد يكون مؤشرات سلبيه. اليوم حتى نقنع المواطن ويقوم بعملية مشاركة حقيقية بالانتخابات، المشاركة لا تتعلق بشخص، مشاركة تتعلق بحماية المنظومة الديمقراطية في الدولة وحماية حقوقه بشكل أساسي. اليوم أنت مشكل برلمان قوي قادر على إجراء تشريعات، قادر على حماية حقوقه، من يشوف حكومة قادر على النهوض بواقع حقوق الإنسان بالنسبة لبلده هو من خلال بوابة العملية الديمقراطية. بالتالي اليوم المواطن والقوى السياسية والقوى المجتمعية عليها التزام أساسي والتزام إنساني وأخلاقي أن تقوم بعملية إعادة الثقة بين المواطن وبين مرتكزات الدولة والعملية السياسية. سؤالك اللي قلته أنه إحنا قبل تشرين وبعد تشرين بعد تشرين زادت أنه حقوق الإنسان، سوينا حقوق إنسان، حس المواطن أنه جاي يعيش ببيئة آمنة لو نفس الشيء ما تغير. أنا مع يعني كمفوضية اليوم مرتكزات حقوق الإنسان ومع الأسف الشديد لم تجد أولوية اهتمام من قبل الحكومة ومؤسساتها في عملية التحول ضمن منظومة المبادئ الكاملة لمنظومة حقوق الإنسان. مثلاً نحن نظام اليوم ديمقراطي. اليوم مثلاً. شو نعد إحنا نظام ديمقراطي؟ وهذا اللي أرجع عليه إنه أنت من تقول أنا عندي فصل. لو أنت تقول أنا نظام ديمقراطي فعلاً. لو تقول يا أنا مو نظام ديمقراطي. هو نظام ديمقراطي إيش يعني؟ نظام ديمقراطي هو منظومة حقوق، تعزيز الحقوق، أكيد. مكانة الحقوق، ترتقي بحقوق المواطن، تعزز أمنه، تعزز بيئته الحقوقية بكل تفاصيلها. بس اليوم أنا مثلاً من أشهد انه اليوم ما زالت قضايا الفقر مرتفعه جدا في العراق، ما زالت بيئه الصحه متدنيه جدا، ما زال التعليم اليوم متاخر جدا عما موجود بالعالم، ما زال اليوم الامن الانساني البسيط في توفر فرص العمل، في موضوعات المستلزمات الاساسيه للمواطن قد تكون غير متوفره وغير موجوده، ما زال اليوم يشهد المواطن تحديات في منظومه الامن الانساني، بيشوف حالات خطف، حالات اغتيالات، منظومه الامن الانساني ما متوفره مثلا. فبالتالي أنت عندما تحدث هذه المقارنة، أنت اليوم انتقلت إلى مرحلة التغيير، حكومة جديدة، كون يفترض على الحكومة أن تضع أولويات أساسا، تراعي هاي الأمور، الحقوق، حقوق المواطن، حقوق المواطنة، لكن للأسف ما صار. أنا أختلف كثيرا عما يتحدث به قسم من الأخوة اللي يديرون عملية سياسية، أن اليوم مثلا السيد الكاظمي، الأخ الكاظمي عليه التزامات ثلاث تتعلق بالانتخابات وموضوع إعادة هيبة الدولة وموضوع الأمن المجتمعي والسلم المجتمعي في هذا الجانب. لا، البيئة الأساسية اللي يبحث عنها كل سياسي ورجل دولة وحكومة هي تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد. اليوم أنت حققت مساحات معينة في انتخابات بواقي التفاصيل، شلون المواطن ما مستعد انه بعد يضحي اكثر ما ضحى ويوقف في مساحه المتفرغ، هاي نقطه مهمه، يريد حقوقه ويريد حكومه تكفل هاي الحقوق. تمام، هاي نقطه مهمه يعني لابد ان تراعى خصوصا بهذه المرحله احنا مقبلين على انتخابات. استاذ هوا، بالحديث عن هذا الموضوع اريد برايك اذا قدنا مبادرات حقيقيه راح نحد من هاي حالات العنف واللي تهدد السلم المجتمعي الموجود عندنا، لو راح تبقى هذه المبادرات عبر على ورق. من زاوية أخرى، ليش دائما المبادرات اللي عندنا خاصة بالعراق تكون هشة؟ شنو الأسباب؟ طبعا لأنه أولا المبادرات حقيقة يعني مع الأسف ستبقى حبر على ورق، لأن مطلقيها هم ساسة أناس كانوا يقودون في السابق ربما تنظيمات أو ميليشيات ساهموا، يعني هاي الأحزاب التي تطلق بعض المبادرات بين الحين والآخر هم كانوا من المساهمين في الحرب الأهلية، كانوا من المساهمين في قضية التهديد السلم المجتمعي، إفراغ مناطق من السنة، إفراغ مناطق من الشيعة، تتذكروا هاي القصص الكثيرة. في كردستان كان عندنا تجربة مشابهة أثناء الحرب الأهلية في التسعينات، وعندما وصلنا إلى مرحلة أنه
يحمى السلم المجتمعي. يعني وصلت القضية في قضية الاتحاد والبارتي أنه في داخل البيت الواحد، واحد كان يكتي وواحد كان بارتي، وكانت تصير يعني الكثير من المشاكل على مستوى مجتمعي، وتصدر الكثير من البيانات من هذا الحزب وذاك الحزب، ولم يكن لها أي تأثير حقيقي. التأثير الحقيقي كان عندما كانت هناك أولاً إرادة سياسية من الزعماء، من زعماء الأحزاب لإحلال السلم بينهم والابتعاد عن التناحر، ووضع مصلحة المكان قبل المصالح الضيقة. الضغط الأمريكي في وقتها مادلين أولبرايت كان لها دور مهم، وزيرة الخارجية الأمريكية، في إنهاء الاقتتال الداخلي الكردي. وهكذا تحولنا رويداً رويداً إلى وضع آخر أكثر سلمية. ولكن لحد الآن مع كل أزمة سياسية الناس تخاف حقيقة من العودة إلى تهديد السلم المجتمعي، لأنه المبادرات السياسية لم تترجم حقيقة إلى، أو تترجم ولكن ببطء، إلى سياقات حكومية، سياقات قانونية، أطر قضائية. اليوم مثلا نسمع شخص سياسي يطلق مبادرة حول السلم المجتمعي، هذه المبادرة يعني هي تصير شيء أشبه بالصلح العشائري. يعني المبادرات الحقيقية أو الضامن الحقيقي اسمح لي المجتمعي. عذرا عن المقاطعة، لكن احنا كنا نتحدث قبل قليل أنا وياك حول أنه أكو عدم ثقة بين المواطن والطبقة السياسية. طيب صحيح. من سيقود هذه المبادرة هي نفسها الطبقة السياسية اللي ما يثق بها المواطن. زين، شلون هاي ترتب لنا هاي المعادلة؟ وهذا ما أقوله، يعني إطلاق مبادرة من قبل الساسة للسلم المجتمعي، الساسة هم نفسهم كانوا جزء من العنف الذي أوصلنا إلى هذا اليوم في السابق. زين. ولهذا اليوم الضامن الوحيد لوضع آمن بالنسبة للمواطن الموجود في العراق بشكل عام، سواء في الوسط، في الجنوب، أو في الأماكن الأخرى من العراق، هي تقوية مؤسسات الدولة، تقوية الجهاز القضائي، تثبيت ثقافة حقوق الإنسان. يعني لا يعتقد الكثير من المرات في قضية حرية التعبير الشرطي الموجود في الشارع الذي هو المفروض يمثل الدولة ومؤسساتها، رأينا كيف تم حرق مقر لأحد الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، وأهانوا مكون كامل، شعب كامل، بحرق علمه، وقوات حفظ النظام الموجودة كانت تقف كالمتفرج وبعضهم بيد الموبايلات ويصور. زين. هذه الثقافة أول غير موجودة عند أفراد الذين يديرون، القائمين على الشأن القانوني في هذا البشان الأمني والقانوني في هذه الدولة. في نفس اليوم أو البارحة أعتقد حصلت تظاهرة لبعض الخريجين أمام إحدى المؤسسات، هذا مطلب بقضية التعيين أمام إحدى الوزارات. قامت قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب بالاعتداء المبرح عليهم. يعني كيف هذا يطالب بحق من حقوق الإنسان تعتدي عليه، وشخص آخر يأتي يهدد بشكل مباشر السلم المجتمعي وتأخذ له صورة بالموبايل مالتك وتبتعد عنهم وتخلي هذول رب الله ثار الله جوكر الله ما أعرف شو اسمهم يذهبون إلى القيام بهذه الأعمال، والمؤسسة الدولة تقف أمامهم. إذا تعتقد هذه المبادرات إذا لم تكن هناك بها إرادة سياسية حقيقية يجب أن تكون الإرادة السياسية ليست في المبادرات، الإرادة السياسية يجب أن تكون في بناء مؤسسات حقيقية لهذه الدولة بين الكردي والعربي والشيعي والسني. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان أولا حقوق الإنسان لجميع العراقيين، وضمان الابتعاد عن ثقافة العنف في مجتمعاتنا. في زمن الدكتاتورية العنف كان عمودي من الدكتاتور، من الدولة وللجميع. اليوم العنف تحول إلى شيء أفقي بين جميع المكونات وفي داخل المكون الواحد. وهذا يعني أتى بسبب غياب مؤسسات للدولة قادرة على أن تمنع أحداث العنف.
تمام. استاذ ستار، قبل ما نختم حديثنا، الإرادة السياسية هي اللي يمكن من خلالها إنجاح أي مبادرة حقيقية، سواء كانت على صعيد المجتمع السلم المجتمعي أو على صعيد السياسي أو على أي صعيد آخر. بالتالي إن اليوم وين إرادة المواطن برأيك باختصار؟ حقيقة المواطن عبر عن إرادته بالتظاهرات، برفض الفساد، برفض الظلم. ففعلا الموضوع يتعلق بإرادة سياسية، ولكن هذه الإرادة السياسية يجب أن تكون إرادة سياسية وطنية. لا تسمع للخارج، لا تسمع، لا ننتظر تدخل من أمريكا أو من بريطانيا حتى توفر السلم الأهلي أو السلم المجتمعي. يجب أن تكون إرادة سياسية وطنية حقيقية، لأن أنت اليوم عراقي والشعب الموجود هم كلهم عراقيين يمثلونك بصورة قرابة، والعشائر العراقية وحقيقة، وحتى نسيج المجتمع العراقي يختلف عن باقي المجتمعات الأخرى. لأن المجتمع يعني متكامل، يعني كأنه شبكة، الجنوب يعرف الوسط والوسط يعرف الشمال والشمال يعرف الجنوب. فهذا هنا السؤال، هل هناك إرادة سياسية حالية ل يعني ميثاق سلم مجتمعي يحصل الان لو ماكو؟ يعني الاراده من خلال مجلساتك، يعني الاراده موجوده، اكو رغبه، لكن حقيقه يراد هذا الرغبه تتحقق على ارض الواقع، يكون يراد فعلا، يعني الاراده مفقوده لحد الان. الاراده فعلا مفقوده، اكو رغبه لكن الاراده مفقوده. استاذ فاضل، بختام الحديث، تتفق مع هذا الكلام ان الاراده السياسيه الحاليه مفقوده فعلا لعقد مثل هكذا مواثيق او اتفاقات؟ انا اعتقد انه نحتاج الان شيء اسمه نسميه التسويه الانسانيه. التسويه الانسانيه، التسويه الانسانيه. احنا اليوم قبل ما نعقم الايادي يجب ان نعقم قلوبنا، ونطرح مساحات المحبه والوئام والحوار وقبول الاخر. اليوم احنا نشبه وضعنا مثل البيت، البيت يراد بس مفتاح واحد، اذا صارت مفاتيح كثيره على الصعيد الشعبي، لكن على الصعيد السياسي لا انا اعتقد هو هذا الذي يجب ان يحدث. بالتالي نحترم كل الفاعلين الاقليميين الدوليين، لكن مساحتنا في الحوار السياسي يجب أن تنطلق من مصلحة وطنية أساسية بحتة. أنا أشكرك شكر جزيل الدكتور فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان، على كل ما طرحته، وكذلك شكر للسيد ستار العتاب النائب عن تحالف سائرون، ولمن انضم معي من أربيل السيد هيوة محمود عثمان الكاتب والصحفي. عندي حشايتين بختام الحديث. لا أعرف من يهمه الأمر في الحوادث الغريبة العجيبة اللي جاي تصير هاي الأيام. أم تشمر أطفالها لأن ضايجة من رجلها، ملايين النساء من كلش الضيق بيهن الظروف تقول أصبر على موج جهالي، وأبناء يتركون أمهم بحديقة الحيوانات ويهربون، وإحنا نقدس أمهاتنا، ومراهقين يقتلون صديقهم، وحوادث كثيرة جاي تصير وعجيبة غريبة. شنو الموضوع؟ شنو السالفة؟ أحد يفهمنا شنو اللي يصير؟ منو لاعب بالإعدادات الإنسانية عندنا؟ والمهم والأهم، وين الحل؟ أكو حلول بالأرض لو نبقى ننتظر حلول السماء بيوم القيامة؟ نشوفكم بحلقات قادمة.